السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. كما ذكرت في الفيديو السابق، القناة ديالي اخترت لها اسم جلسة تبعا للبرنامج اللي كان سابق عندي سميته جلسة. وهو هذه الحلقات هي استمرار لذلك البرنامج السابق، وحتى هما غادي يحملوا كلمة جلسة، ماشي جلسة محاكمة ولكن جلسة عائلية، جلسة أخوية، جلسة اللي كنتذكروا فيها في أمور اللي كتستعطر باهتمام ديالنا. هذا النهار الموضوع اللي نتكلموا فيه صراحة ما صدقناش، وكل شيء البارح غضب عليه وتصدم، وهو الاعتداء على وكيل جلالة الملك من طرف جوج العناصر ديال القوات المساعدة. وراجت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها بعض الجرائد الإلكترونية المتواجدة في مدن شمال المغرب، ووثقتها بالصوت والصورة. والطريقة اللي شفناها فعلا صراحة داك الشيء ما كيشرفش نهائيا الهيبة ديال النيابة العامة، ولا الهيبة ديال القوات المساعدة، ولا الهيبة ديال النظام ديالنا، ولا الهيبة ديال الإدارة، ولا السمعة حتى ديال المنظومة. وكذلك استمعنا شريط صوتي منسوب لوكيل جلالة الملك اللي ظهر على انه وجهه لبعض الزملاء ديالو في مجموعه ديال مواقع التواصل الاجتماعي، وتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عمومي، وكلشي سمعوا، كلشي سمع كيفاش كان كيعاود وكيفاش كان كيحكي، بما انه هو يشهد ويؤكد على ان تعرض الاعتداء وانه تهان من طرف عنصرين من قوات المساعده. إذن حنا كنذكروا كذلك أن واحد مجموعة من المواطنين خرجوا بتصريحات، وكان مجموعة من المشاهد كنشوفها في فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتوثق اعتداءات، مواطنين اللي كيصرحوا بأنهم وقعوا اعتداءات من طرف واحد مجموعة من المسؤولين اللي مكلفين بحفظ النظام العام وتنظيم الأمور الأمنية ومجموعة من الأمور خاصة في فترة الحجر الصحي. إذن هذا الشيء راه بزاف، والشيء راه كثر. ونذكر على أنهم بين فيديوهات البارح اللي شفناهم، شفنا كذلك واحد الفيديو كيوثق وجود وكيل جلالة الملك في صطافات، كما نقولها في صطافات، مع القائد اللي كيتوسل ليه، وكيقول الله يجزيك بخير، أنا الأستاذ راه ما عرفوكش بلي أستاذ، كون عرفوك أستاذ ما يديروش معاك هكا. بمعنى انه كان مواطن عادي ما عرف الله اش غادي يوقع ليه. وكنشوفوا كيفاش كان وكيل جلالة الملك بالكمامه ديالو كان غضبان وكان منفعل، لدرجه انه ما باش يخسر الكلام مع السيد القائد اللي كان معاه، قال الله يخليك خليني. وهنا كنشوفوا ان وكيل جلالة الملك كاين في الصطافات وشي واحد كيصوروا، يعني من الحاشيه، ديك الحاشيه يعني كيصوروه، مازال يعني هاد السيد هذا مصر على انه يدير شي حاجه يمشي هذيك، كيمشي يصوروه بلا ما يشوف، بلا ما يعرف وكيل جلالة الملك، وكيعطي نفسه الحق انه يوزع داك الشيء في مواقع التواصل الاجتماعي. بمعنى كاين فوضى كبيره، وهاد الفوضى هي اللي غادي نوقف عندها. والسؤال الاول اللي خصنا نطرحوه، علاش كيوقع هاد الشيء هذا؟ من جاي هاد الشطط في استعمال السلطة؟ وحنا كنسمعوا بزاف الحالات، كانت حالات كنا كنسمعوها ولكن ما كانش موثقة، اليوم ولات موثقة والفضيحة كتولي بالصوت والصورة. إذا من جاي هاد الشطط في استعمال السلطة؟ واش عقلية في المجتمع؟ ولا تصرفات معزولة؟ ولا نظام منظومة هي اللي كتعلمنا داك الشيء؟ ولا داك الشيء كيقراوه؟ ولا عندنا عقد اجتماعيه هي اللي كنحاولوا نفرغوها ديك القوه اللي كتعطانا؟ اذا مجموعه من الاسئله خصها تطرح وخصها نبحثوا لها على الحل. الى الامور اللي مشات بهذا الشكل هذا ستسيء الى الافراد في صحتهم وسمعتهم وشرفهم وكرامتهم، وكذلك ستسيء الى البلاد. اذا ما يمكنش يتسكت على هذا الشيء. هذا جانب. جانب اخر كما قلنا كاين فوضى على جميع الاصعده، حتى الفوضى في اختصاصات وفي تدخلات. مثلا دابا بالنسبه لافراد القوات المساعده
راه الشيء اللي صدر منهم غريب غريب جدا، وكيبين بانه وجود خلل، لان الافراد افراد القوات المساعده هما لحفظ النظام والامن العام وحراسه الحدود وحراسه اداره الدوله، مثلا بحال الملحقات بحال العمالات، وكذلك محاربه الهجره السريه ومحاربه تهريب المخدرات ومحاربه الشغب. بمعنى انه التدخل ديالهم يعني جسدي، ماشي للتنظيم شي حاجه او لتاطير شي حاجه، هو جهاز خاضع لوزاره الداخليه، الغرض من الانشاء ديالو هو مسانده الجيش وتعزيز قوه الامن والدرك في مهام المحافظه على الامن والنظام العموم كذلك، والتدخل في مهام الترابيه. اذا هنا كيبان بانه دورهم محدود، لدرجه ان يمكن نقولوا انه التكوين اللي عندهم والاختصاص اللي عندهم ما كيأهلهمش انهم يقوموا بداك الشيء اللي داروه، انه تنظيم داك الامور ديال ان المرور ديال الناس، وما كيساعدوا، وكذلك ما عندهمش حتى الاهليه، يعني ما مأهلينش قانونيا وتكوينيا انهم يتعاملوا مع داك الموقف ديال وكيل جلاله الملك. ويمكن ما كيفهموش كاع شنو هو وكيل جلاله الملك، ويمكن ما يعرفوش كاع شنو هو الدور ديالو، ممكن احتمالات، ولكن داك الشيء كيبان. وكيبان انه فاش قال لهم وكيل جلاله الملك، قالوا عطينا لاكارت ناسيونال باش نشوفوا، اش غادي نشوفوا؟ واش في لاكارت ناسيونال كان نشوفوا كان تما المهنه؟ ما كايناش. إذن هادو حتى الموقف ما عرفوش كيفاش يتعاملوا معاه. ولي كنعرفوا بأنه قوات المساعدة دائما كيكون معاهم، إما تابعين كيكون معاهم قيد، أو كيكون معاهم شرطي، أو كيكون معاهم يعني مسؤول الرتبة ديالو عالية، مثلا سوزوفيسيي اللي كيكون معاهم مشرف، ما كيمكنش يكون تواجدوا بوحدهم. إذا هذا وقع خلل، علاش كانوا بوحدهم؟ إذن هنا بان بانه ما عرفوش كيفاش يتعاملوا، وشوف فين وصلنا. وانا كنقول يمكن من جميع الصدف على انهم طاحوا في وكيل جلاله الملك. لو كان مواطن، انا مازال كنتسائل كنت طاح السؤال، لو كان مواطن اش كان يوقع؟ اش كان يوقع عليه مسكين؟ وهنا هذه مساله انا عرفت بانه وكيل جلاله الملك غادي الناس غادي يدخلوا باش يعقدوا صلح وغادي باش يسمح كما شفنا القيد، هذه مساله طبيعيه، وعرفنا بان وكيل جلاله الملك غادي يوقف ما بين محرج ما بين موقفين، الى رفض غادي يغضب الناس اللي يدخلوا، والى وافق غادي يجيه في شكل يقول لك انا تهانيت وما ماشي هو هذاك، وفين الهيبه ديال وكيل جلاله الملك، وممكن ناس اخرين اللي كيمثلهم، لان المساله دابا ما بقاش ديالو، دابا سمعت وكيل جلاله الملك اللي هو راه الشاف ديالهم، لان الناس ما فاهميش شنو هو وكيل جلاله الملك، ما عارفينش الدور ديالو. ولهذا بان بانه كاينه فوضى كبيره لدرجه اننا طحنا في هذا المشكل، وهذا درس للجميع. جميع باننا خصنا نحترموا الاختصاصات ديالنا، وباننا نحترموا القانون ونطبق القانون ولا شيء غير القانون، ونستحضروا مع المواطنين قرينة البراءة، ماشي دائما انه هو اللي ماشي مزيان، انه ما كيسمعش، انه راسو قاصح، انه مذنب، انه كذا، وانا اللي راني رجل امن او قوة مساعدة او مسؤول، انا هو اللي عندي الصح، وانه ذاك السيد ماشي تحت طائلة القانون ولكن تحت الرحمة ديالي انا، وتحت الرحمة ديال المزاج ديالي انا، نقول ليه اشنو يدير. زيدون رسالة كذلك لنا باش الناس منين يجيو ويتشكاو، شي مواطن منين يقول ودير تعدى عليا هذا القيد ولا هذا القيده ولا تعدى عليا فلان او فلان او هذا المسؤول او هذا، ناخذوا كلامه ونسمعوا ليه ونجريوا تحقيق في الشيء اللي كتقال من اجل انصاف المواطنين والمظلومين. هكذا كيوقع التوازن في المجتمع. اذا الحجر الصحي اعطانا دروس كبيره وخصنا نستفدوا منها. القانون، لا شيء غير القانون باش يمكننا هاد العلاقات اللي كاينه في المجتمع تضبط مزيان. يمكن يكون اختلالات فعلا، ولكن بتطبيق القانون وبالتكوين وحتى اليقظه ديال الضمير ديال الناس والفاعلين والمواطنين، لان فوقاش كيكون الباطل مسيطر نهار فاش الحق كيسكت. شكرا اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.